هلا حبايبي، تعالوا نتعرف على اختراع اليوم اللي راح يخليك تفقد عقلك. اسمه JCJ20. شو هو؟ خلينا نتفرج. لكن قبل ما نتفرج يا ريت اللايك والسبسكرايب والشير. نبدأ يا جماعة. JCJ20 تليفون عمره ما مر عليك، اشي مش معقول من المقاومة الرهيبة اللي بتمتع فيها. ووتر بروف، هذا يعني هي ابسط مميزات انه ووتر بروف. جهاز بمواصفات خيالية يا جماعة. المعالج تبعه من الجيل الثامن 48. طبعا تصميمه بشكل عجيب انه يكون مقاوم لشتى انواع الصدمات، يعني طلعوا الان مقاوم للحرارة توصل 75 درجة مئوية سلسيوس او 167 فهرنهايت. مو طبيعي جدا. كاميرته 48 ميجا بكسل، والكاميرا انفراريد كان من سوني، يعني مش مسحة، يعني عملية بشكل لا يوصف يا جماعة. هاي بس كاميرته، هاي غير المواصفات الثانية. جهاز بلت ان لفحص الحرارة، تخيل. طبعا الظروف الجوية الثانية الحرارة البرودة، يعني اقصى درجات البرودة بتحملها لغاية ناقص 35 درجة مئوية او 31 فهرنهايت. جهاز فظيع يا جماعة، شاحنه سريع، بشحن بسرعة، بطاريته جميلة جدا، وبيتحمل صدمات كثير، يعني ضد انه يوقع ولا انه ينزلك من ايدك لمكان صلب. قاسي جدا، مصمم للحمل، خطير جدا هالتليفون يا جماعه. JCJ20